كبير كبير بأعماله، كبير بفعله. صح. وده اللي فعلا اللي انا شايفه مع كل يعني زمايل نور، وهم قد ايه يعني كلهم بجد افضل من بعض. ضحى، انت كنت مركزه على البطوله دي انك تاخدي ميداليه؟ يعني رايحه عايزه تاخدي مركز اول او تاني او تالت، صح؟ عشان احنا جامدين في الكوره. ايوه شايفه ان البنات بتعرف تلعب كوره؟ هنكشك شويه بقى. مش قوي يعني، بس لا قوي 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 يعني. يعني انت كده مش قوي يعني، انت جبت يعني شايفه طيب. شايفه دلوقتي لو عملنا ماتش دلوقتي انا والدكتور واصحابنا دلوقتي هنا الولاد وانتي ونور وكل اللي معاكم، مين اللي يكسب؟ انا طبعا. يا ولد هو كده. وليه بعد ما اخدتي بقى المركز الثالث والبرونز لما رجعتي بقى مصر هنا كانوا كلهم فخورين بيكي بقى، بابا وماما واصحابك وكله؟ كلهم بصراحه. قالوا لك ايه؟ يعني ماما كانت مش متخيلة ان انا هطلع حاجة فوق كده واخد ميدالية وتحضني وتبصني وتعيط وحاجات غريبة كده. فخورة بيكي؟ جدا. طيب وكان ايه افضل حاجة حسيت ان هي يعني حصلت لك بعد ما اخدت البرونز؟ كان التكريم احساسي التكريم الخاص من يعني بالمحيط بقى اللي هو المسؤولين. يعني انا كنت في تكريم برضو احنا عارفين، بس يعني ان شاء الله في تكريم حلو جاي باذن الله. يا رب ان شاء الله رب العالمين باذن الله. طيب وليه يا نور؟